الموقف اللي صار ويا الرئيس الأمريكي بوش، أنا أعرف أنه جنابك غير راغب في الحديث عن هذا الموضوع بسبب أنه تكرر لديك كثيرا في لقاءات أخرى سبقت هذا اللقاء، ولكن الظروف التي أتت بك لحضور هذا المؤتمر الصحفي، يعني كيف كلفت من القناة؟ نعم. أم أنك كانت هي مبادرة شخصية منك ذهبت المؤتمر الصحفي؟ نعم. أم كيف يعني؟ شوف أستاذ جلال، يعني حقيقة أنا مقل الظهور بموضوعة حادث جورج بوش وكذا. ليش؟ كنت ويا كل قناة من كل وطن عربي، من كل وكالة عالمية، من كل دولة أوروبية أو أمريكية إلى آخره، أطلع لقاء واحد حتى لا يكرر. ولكن نزولا عند رغبتك أنا راح أتحدث لك بالحواشي التي رافقت هذا الموضوع. هذا الموضوع كل الناس عرفته، وشلون رحت وشلون كذا. أنا راح أقول لك كيف التمكين الإلهي لهذه القصة وصدقا. لا، هو أنت أول مرة شلون حضرت المؤتمر الصحفي؟ أنا قبل المؤتمر أنا كنت أطارده، هاي لم تكن وليدة صدفة. سجلال كل الناس يقولون أنت عصبت ورحت، هي لا، أنا تارك فيديو وصية من 2004 أو 5. كان عندي كاميرا دي في كام صغيرة مال بنت الدكتور المرحوم فالح عبد الجبار، كان بيناتنا شغل هيك صغير، وكان عندي كيس هاي أيام الكمبيوتر، ولا أحد يدري بالموضوع. خليتها كنت لما نعير كعراقيين أنكم استقبلتم الاحتلال بالورد. كنت بال 2003 كيف تجي الطريقة مساوية بالقوة ومعاكسة بالاتجاه؟ كيف صرنا كل العراقيين الذين مع الاحتلال والذين ضد الاحتلال معيرين أنكم استقبلتم الاحتلال بالورد؟ ولما تطلع محافل عربية وتقول لهم منذ اليوم الأول صارت المقاومة العراقية وهنالك رفض، ما حد يصدقك. ولكن بفضل الله عراقي من ضمن العراقيين الرافضين للظلم والذل، عراقي يمثل هؤلاء الشباب والرجال والنساء، عراقي بسيط فكر بفكرة قد لا تكون لو وصلت لغيره لنفذها أفضل من عندي، جب الغيبة عن العراقيين. وبعد هذا الحادث لم يعير عراقي أنه استقبل الاحتلال بالورد، بل اللطفة يعني عفوا أنا ما أريد أقاطعك حقيقة، ولكن حتى ما تسهب كثيرا وتنسى أصل القصة. أنت قلت أنا كنت أضمر له. نعم. وهذه الفرصة كنت تنتظرها من فالفيديو اللي تاركه. أي كتبت عليه تصريحي، وما زال الفيديو الديفيكم موجود عندي. شو يقول؟ قلت أنا صحفي عراقي بسيط أضعف خلق الله، بغض النظر عن ديني وهوية القومية والطائفية كذا، أحببت أن أمرغ غطرسة هذا المحتل بالتراب من خلال اللي راح أتصرف اللي راح أصرف به، وما ندمان عليه، ووجه التحية للمقاومة، وآخر شيء وجه السلام لعائلتي، سلام لأهلي، وسلام للعراقيين اللي هم أهلي وأريدهم يذكروني. يعني أنت كنت تعرف أنك راح تلتقي؟ لا، أنا كنت طارده. شلون طارده؟ أجي بال 2006 بعمان لقاء ويا رئيس الوزراء في ذلك الوقت، حاولت قدر المستطاع أن آتي وأنا ترك الوصية. جاء إلى الأنبار بعدها بسنة، حاولت قدر المستطاع التقى ويا أبو ريشة، حاولت كل المحاولات لم أحظى به. كنت أنا صحفي ميدان وتذكر بذاك الوقت، وغطي المجازر وغطي الأهوال، ليس من غاب عن يوم كمن شهده. لما نشوف أنت بالأخبار يطلع لك، ودائما لقطات الأخبار ما نطلع اللقطات المثيرة والكبيرة، ولكن الهول اللي يشوفه العين الصحفي واللي تقطع الكاميرا، من نشوف جثث أطفال محترقة، من نشوف رجال ونساء مقتولين، من نشوف نساء مغتصبات، هذا كله أنا شاهدته. أكو أشياء لا نستطيع إخراجها على الكاميرا بسبب أنه تخالف الذوق العام. لما نشوف أطفال يعني صاروا عبارة عن بفتيك قد ما نطحنوا بالصواريخ وبيوتهم، هاي كلها أنا كنت أغطيها. فكنت أرجع للقناة أشاهد، طبعا هو كان 24 ساعة بالتلفزيون، أشاهد صورته، أقسم أمام الله بس بيني وبين نفسي أنه راح أضربك بالحذاء. أرجع من شغلي وأنا منهار، ما غطي صحة كصحافي، أنا بالنهاية أنا مواطن إنسان. الإنسان هو مواطن من هذا البلد. الحيادية هاي كذبة كبيرة، الحيادية بين القاتل والمقتول، بين السكينة والرقبة، هذا هاي مو حيادية، هاي نفاق.
يقول دانتي يقول أحلك الأماكن ظلمة في الجحيم لأولئك الذين يتخذون مواقف حيادية من الأزمات الأخلاقية. وأنا ما أريد أصير شاهد عيان على مجازر ودون أن تكون لي مشاعر. طبعا لا أنكر لك عصبنا وغضبنا وبكينا بيننا وبين أنفسنا على 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 أهوال صارت بالعراق، ولكن من يسمع لك؟ تطلع بالإعلام الدولي العراق جيد وصفقوا له ومجلس حكومة بعدين حكومة وطنية وانتخابات وقوة محررة حررتكم من دكتاتورية كانت من منعتكم من صناديق، وهاي الصناديق. طيب الجواب على سؤالي أنك كيف حضرت إلى هذا المؤتمر؟ بالصدفة. شلون؟ والله صدفة. صدفة هو دعاء. أنا كنت مع الدكتور فالح عبد الجابر رحمه الله صديقك في دورة صحفية في لبنان لمدة شهرين، وهناك أصبح أوباما رئيس وزراء. أنا زعلت جدا لأن أنا كنت أدعو الله أنه ألتقيه وما التقيته، فزعلت جدا وعاتبت رب العالمين سبحانه وتعالى كما يعاتب الابن أبوه. رجعت للعراق يوم 1/12 خلصت الدورة الصحفية، وإذ أنا طبعا كنت مسؤول قسم المراسلين بالبغدادية، مسؤول قسم المراسلين. ذاك اليوم انتهى اليوم وأرجع وأروح، تدري هذا الوسواس القهري عند الصحفيين، أريد أروح للبيت، لا أخاف عندي بعد الشغل. إلى المغرب فجاي أنزل، صعد شخص قال لي من الإدارة، قال يا بريد مصورين ومراسل. قلت لا يبقى مصور بالقناة، هذه الكلمة هي أنقذتني. ما كان صار الموقف، قال لا يريدون اثنين. قلت شكو؟ قال فلان جاي جورج بوش. تسمرت رجلي جمدا على الدرج، فيا الله ما معقولة هذا الدعاء السريع. أسبوعين، 1/12 وصلت بغداد، 14/12 كان الحك الكلام. أرسلت المصورين اثنين والمراسل تحية لهم، وأنا رحت للبيت. كنت جاي من لبنان تكرم تحذية تجدي، تعرف العراق لما يرجع جاي ويا جنط. كنت مرتدي أجلك الله حذاء جديدة، رحت للبيت غيرته، أخذت حذاء قديمة يعني عندي لابسها كثير وماشية كثير. قلت له والله هاي السهل هذه، وانطلقت. وصلت إلى الخضراء، ما حد قل ليش جاي ومنو جابك، وسبحان الله. يعني عفوا أجل الله المشاهدين الكرام، استخسرت الحذاء الجديد صدقا واستبدلته بحذاء قديم. بعد جديد جاي من لبنان أضرب بها حرام، دافع بيها فلوس شيء الفلاني.